صباح الخير يا أحبتي الصغار، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. درسنا لليوم يا صغاري هو الدرس الثالث من كتاب التربية بعنوان أحترم ذاتي وأحترم الآخر، من المحور الأول الذات والآخر. تابعوا معي يا صغاري لنتعرف على بعض التصرفات التي تدل على أنني أحترم ذاتي وأحترم الآخر. علينا يا أحبائي أن نعتني يوميا بنظافتنا وحسن هندامنا. عند دخولنا إلى الصف يجب أن نلقي التحية على المعلمة وعلى رفاقنا في الصف. يجب أن أتعرف على مواهبي وأنميها. علينا يا أحبائي أن نصغي باحترام إلى كلام والدينا. عندما نكون في الصف يجب أن نصغي جيدا إلى الشرح ونطلب الإذن قبل أن نتكلم. عندما نختلف مع رفاقنا في الرأي نحاورهم بهدوء واحترام. الآن يا صغاري سأقرأ عليكم بعض المفردات والتعابير حتى تتمكنوا من فهم الدرس أكثر. الهندام المظهر الخارجي للإنسان. الموهبة قدرة مميزة عند الإنسان. أنمي مواهبي أجعلها أفضل. تنظم تضع قواعد سليمة وصحيحة لطريقتنا في التصرف. وأخيرا يا صغاري عليكم أن تحفظوا غيبا خلاصة الدرس. أعتني بنظافة جسدي وهندامي، أحترم الآخرين وإن اختلفوا عني. إلى اللقاء.